السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم. هذا اللي كتشوفوه هو المسجد الأزرق، يعني بالنهار كيبان اللون ديالو أزرق. هو المسجد ديال السلطان أحمد من السلاطين الكبار العظام الذين كانوا ينتصرون في الحروب والفتوحات وما إلى ذلك. هذه الخصة ديال آية صوفيا كما كتعرفوا. المهم، جولات جميلة رائعة، تابعوني على قناة الأوديو سي تي في العود البطار. وكما كتشوفوا غندور بالخلف، هذه اللي كتشوفوها هنا هي آية صوفيا. هذه المسجد ديال آية صوفيا غنعملوا فيه جولات داخل، وكتشوفوا داك الشيء الجميل الفاتن، وكذلك داخل المسجد الأزرق جولات رائعة وغتكون بالنهار. تابعونا وما تنساوش لايك وسبسكرايب، ياك. وإلى اللقاء في الفيديوهات الجميلة الممتعة القادمة إن شاء الله. Ich bin nicht mehr.